السلام عليكم، إبراهيم مولكي من سكنة الرباط، العاصمة الإدارية. شنو المشكل اللي عندك؟ المشكل اللي عندي هو مشكل شوية واخا عويص، ما كناش ناويين نوصلوا لهذه المسائل، ولكن الظروف كتحكم من بعد. ما عندك ما أنا لقيت راسي وسط واحد اللوبي، ما عرفتش راسي. طيب، هي القضية فيها نصب واحتيال، نصب واحتيال وتزوير. هاد الشيء راه ما فيه شك، هاد الشيء راه عندي وثائق، عندي كل شيء، زعما نصب واحتيال، واحتيال على سيدة معاقة ذهنيا، منهم الأم ديالي بعدا. هي كانت في حالة لأنها تزوجت وصلت للمية سنة، تتعرف الانسان ملي كيوصل لهاد السن هذا كيكون يعني عندي الاوراق اللي ما يثبت هادشي، عندي ما يفيد، ماشي تنهضرو. حتى هي تنصب عليها، وانا شخصيا تنصب عليا من طرف واحد السيده اللي كنا كنظنو فيها خير. كانت ترابطنا علاقة السهر، يعني كان واحد ولد الاخت ديالي مزوج بها، كتفاجئني، كنتنازل ليها على واحد الحق اللي هو ديالي. اخت توفات، ولدها حتى هو توفى الله يرحمهم، بغات الوليد يدي بهاد الطريقة. قالت لك غتنازل لي على هاد الحق، أي حق؟ قالت لك راه هما كلشي تنازل، خوتك ولا كلشي تنازل، بقيتي عين نتايا. كيفاش هاد الحق عبارة عن شنو؟ عن حق، عن بارتمون في تمسنا، ماتو خلاو هاد البارتمون. كتفاجئني، راه عندي الوثائق مصوبه بادله وبشيء بمعلومه، انا ما عنديش مازال ديال الاخت، عندي الاماره، عندي جبت داكشي، ورا الشوط، ورا السيد الباشا والسيد الناس اللي مشاو، هما اللي ورا مكسرين في الدار. اما البارتمون ديال ولدها وديال هاد السيده اللي قالت لك هي راه هذا، ما عنديش المعلومات ديالها، كلشي مقيد في هاد الورقه، في هاد الوثيقه اللي دات فيها التنازل باش نتنازل ليها على هاد الحق. ملي ما بغيتش طرت من جهه اخرى، الدار اللي خلاونا الوالدين حتى هي قالت لك عندي الحق فيها، واخا لا ما عندك انت الحق في هاد الدار. ناقشينا، فتحي معنا موضوع حوار، ماشي تجي تولي يديها وغدا تقول لي الا ما درتيش هادي غادي، هذا انتقام، وهذا راه ظلم، تعسف، هذا راه ظلم ما يبغيه لا الله ولا العبد. هي عندها نفوذ وما محتاجينش ناس لاباس عليهم، راهم معروفين، يعني كنت تعرفهم، ما محتاجينش ناس عندهم مما اتاهم الله، ولا نحسد شي حد على ما اتى الله من فضله، هذاك رزقهم والخير ديال الله عندهم، حنا ما غاديش. ولكن حنا الوالدين خلاو لنا هذيك الدويره دخلتي فيها، وهذيك الدويره عطاها لنا سيدنا الله يرحمه، هذيك الدار عندنا من السبعينات حنا ساكنين فيها، وانا اللي بنيتها، وانا اللي كنت صغير، والدار المخزن من التمايلات، وانا خدام في دار المخزن، راه الشرفة تيعرفوا هادشي هذا، وراه خادم الاعتاب شريفة سابقا، راه ما غاديش نكذبوا على شي حد، راه الشريف تيعرف هادشي، سيدنا الله ينصرو، وراه ما عندنا حتى شي حاجة من غير، عندنا اليقين في الله وفي سيدنا الله ينصرو، عندنا شعار واحد، الله الوطن الملك، سيدنا الله ينصرو، الله يخليه لنا. التفت لهذا الموضوع هذا وعطي التعليمات ديالو الساميه، الله يطول عمره، باش ينهيو هذا الصراع هذا، راه اثر علينا واثر على النفسيه ديال الابناء ديالي. الله يجازيك بخير سيدنا، الى ما عطيت التعليمات ديالكم السيد رئيس النيابه العامه يعطي تحقيق في هذا الشيء، راه نصب واحتيال وتزوير، تنأكد على هذا الشيء وتتحمل المسؤوليه ديالي في هذا الشيء. انا عارف القضيه اشنو داير فيها، ما كاينش اللي عارف من غيري انا. واش ما قمتوش بدعوه قضائيه في الموضوع؟ مشينا للقضاء، كان وقع واحد ما كانت مساله تحل حبيا، ولكن بغاو يضغطوا عليا هكذاك، لانهم هما الطريقه اللي عرفت شكون النفوذ ديالهم، وما غاديش ندخل الاسماء ديالهم، ما غاديش نثبت شي حد، تنحترموا كل حد، ولكن عندي المعلومه صحيحه، معلومه يقين، ما فيها شك،
ما في ما نكذبوا حتى على شي حد. وتنوجه رساله سيدنا الله ينصرو يعطي التعليمات ديالو، وتنوجه ثانيا للشريف مولاي رشيد، راه عارف هاد الشيء هذا. الله يجزيك بخير مولاي رشيد، الله يطول عمرك ويخليك مولاي احمد. راه اول مره جيت لعندك على الوالده ديالي مريضه، انا باقي ما خدامش، جيت لعندك طلبتك على الوالده ديالي، وقفتي معايا الله يجزيك بخير، ساعدتينا في هادي الله يطول عمرك. وعاود رجعت لعندك، انا راه ما شفتكش حتى صيفطتي لي المرافقين ديالك تيوقفوا عليك، قالوا لي فاجئوني تما دات لنا حبه ديالكم الله يطول عمرك. شفتيني وصيفطتي للمرافقين حتى قالوا لي الشريف راه شافك اشنو. عاود رجعت لعندك الله يطول عمرك، تنختصر لك ما راه هادشي، راه رجعت لعندك عاوتاني على الاخ ديالي، انت جبتو من طاليان وقفتي معايا، كان عيد الكبير الله يطول عمرك، كلفتو طبيبكم الخاص سي ادريسي جا عندي للدار الله يجازيكم بخير، وقلب الاخ ورد عليكم رد عليكم الاخبار، وعاود تلاقينا تما وخرجتي لعندي بكل تواضع وفهمتيني الوضع الصحي ديال الاخ ديالي، يعني سنتيني فهاد الله يطول عمرك، درتي خيرك كملوا، راه المحبه ديالكم ما كاينش اللي غادي ينازعنا ولا غادي يساومنا عليها. الله يطول عمرك الشريف، الا ما وقف معنا فهاد، راه هاد الناس عندهم نفوذ وتيتعنوا، حنا عندنا الله وعندنا نتوما، الشجره ديالكم راه باقي كنتضلوا تحت منها، ورا الجذور ديالها هنا والاغصان ديالها كيتمدوا ابعد مكان، وليت تشبت بيها راه ما غاديش يخيب. حنا الله يطول عمرك شعارنا الله الوطن الملك، ما غايخلعنا حتى شي حد، وما تنخافوا حتى من شي حد، تنخافوا من الله واحترامات الجميع. هاد الرساله كنوجهها الله يطول عمرك الشريف، هاد البلاغ لكل القوى الحيه، لكل مسؤول، كل انسان تيحمل العتيق على العتيق ديالو هاد المسؤوليه هادي، باش يلتفت لهاد، راه عويص، راه ولينا واحد يعني، مع تفاجئنا بهاد الناس، ما كناش كنظنوا فيهم هادشي هذا، ما كناش كننتظروا منهم هادشي، ولكن راهم بغاو يتعسفوا عنا وبغاو يسردونا. وهاديك الدار ما عندها لا تيتر، ما محفظه، ما عندها حتى شي، ودخلوها للمازال. الله يطول عمرك الشريف، الله يجازيكم بخير، لكل مسؤول، لكل القوى الحيه، يساعدنا على هذا، على هذا الظلم، راه ظلم، الله يجازيك بخير. الموضوع راه انا اللي عارفه، وانا اللي فاهم اشنو داير فيه، وعارف كل شيء، حتى في ملي كانوا كيستدعيونا، والمحامي اللي كنتيق فيه وعطيته النيه وعطيته الثقه، ضيع لي وقتي ودا لي رزقي. هذا المحامي اللي تقلب عليا كان معايا، وكنت دائما كنربحه، القضيه ماشي غير ربحها، والمحكمه ما كتحكم بالرفض وعدم القبول. في الاخر كيقول لك لا راه تحكمات، وين تحكمات؟ وانا كنحضر في الجلسه الملف ما كيتهضرش. في الاول كان تيقمع عليا تيقول لي لا ما تحضرش نظرا لهذا، خليني تيق فيا، كنثقت فيه صافي. ملي عقت المشكل وليت كنحضر في الجلسه ما كي داك الملف ما كيتهضرش، ملي كنسول راه تاجل. في الاخر تيقول لك تحكم، تحكم باش؟ قال لك بالخبره. وانا مشيت للمحكمه كنسول في الخبره، قال لك لا تحكم عدم القبول. وجا عندي الخبير بدون سند قانوني، قال لك لا تحكم الخبره، وانا عندي وثيقه، عندي وثائق، عندي اوراق، راه عند جميع المسؤولين. ارسلت رسائل جوج، الله يطول عمرك سيدنا، ارسلت لك جوج، وكاع المسؤولين راهم عندهم هاد الرسائل، كلهم راهم توصلوا بهاد الرسائل، منهم اللي جاوبني ومنهم اللي، ولكن راه داك الشيء ما عرفتش كيفاش، ما كنتش ناوي. ما الله يجازيك بخير الشريف، الى ما هذا الموضوع بغينا في اقرب وقت يتحل، لانه ما عرفتش كيفاش غادي تكون النتيجه ديالو، راه فيه ظلم، وتنكرر نصب واحتيال واد زوير، نصب واحتيال واد زوير. هاد الملف فيه هاد الشيء هذا كله، دايرين هاد الشيء كله بانيلو باش انا يبطو لي، ما انا حقي انا ما غاديش نتنازل عليه باي وجه كان، يكلفني اي مم يكلف حقي هذاك. الا كان على اعصابنا ما عرفناش، كيجيو يدقوا عليك الناس، خبير 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 الثاني دار، عاود خبير الثاني قال لك طاف دخل وتيكذب، عطيني الدليل.
ما كاين حتى شي دليل باش غادي. وعندي كاع الوراق، عندي الوثائق بانهم هاد الناس راهم ناصبين، وهاد السيده اللي هي معاقه ذهنيا غادي تشوفوها. الحاله ديالها ما تسمحش ليها باش تعطي هيبه. هاد السيده سميتها حافظه مشمش، حافظه مشمش. وهاد السيده اللي هي نسيبتنا اللي كان واخد ولد الاخت توفى الله يرحمه، هي اللي دارت هاد الشيء، هي والمحامي تنحمل من المسؤوليه. ولا وقعت شي حاجه لهاد السيده راه كتبتي في الزنقه، راه متشرده، راه كنحمل المسؤوليه، كتاكل في الزنقه وكتنعس في الزنقه. يعني راه كلشي باين، كلشي واضح. الله يجازيكم بخير الى ما عطيو التعليمات ديالكم. تحقيق في هذا الموضوع، تحقيق في هذا الموضوع.